مفرداتكم وأفكاركم ومحاضراتكم اللي تبثونها على منابركم، صدعت رؤوسنا بمفردة أو عبارة أبو ذر اللي دائما تقولون أنه هو أول من أسس المعارضة. حتى في زمن معارضة صدام كنتوا تقولون هو من أسس المعارضة علما على الطغاة وعلى الظلم، وكان يقول: عجبت لمن لا يجد في بيته قوت، كيف لا يخرج للناس شاهرا سيفه. ماشي، هسه نحكي على القوت، نحكي على الخدمات، نحكي على الأمن، نحكي على الذلة، نحكي على هاي الخراب اللي صار، نحكي على القتل، نحكي على الجرائم، مش نحكي على ياما اللي افتردون. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي أوجد في قناة الرافدين من أجل أن نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم، نسمع رأيكم باللي دا يصير بالعراق، باللي دا يصير بالحياة بالعراق، اللي دا يصير بالسياسة العراقية، اللي دا يصير بالشارع العراقي. أي شخص حبي يتصل بينا على برنامج صوتكم، أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، وأي شخص ما عنده القدرة على الاتصال بينا أكو رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب، هذا الرقم مخصص لبرنامج الواتساب، لكن هذا الرقم فقط للرسائل، أنوه للرسائل، ما أريد أي شخص يزعل علينا لأنه ما أقدر أستقبل أي اتصال على رقم الواتساب أو على برنامج الواتساب. الفيديو اللي شفتوه بعد تتر البرنامج هذا صوت الفنان عبد القدوس قاسم شهيد التظاهرات في نيسان اللي استشهد قبل أيام أو البارحة. هذا الفيديو اللي سمعتوه بسبب أو لأسباب يعني لآراء أخرى ظهر بها عبد القدوس قاسم استشهد واغتيل هو والمحامي كرار عادل. لكن السؤال، هو حكى شيء غلط؟ هو قال شيء يسيء بي إلى أحد؟ هو طرح مقارنة يقول أنتوا كنتوا تقولون هيجي لكن الوضع يعكس غير شكل، وأنتوا كنتوا تعارضون بهذا السبب وهسه احنا نعارضكم مو بنفس السبب لأسباب كثيرة طرحها هو بالفيديو. لكن المواطن العراقي عند الحكومة ليش رخيص؟ والمواطن العراقي دمه عند الحكومة ليش مو غالي؟ وليش الحكومة والميليشيات لما تقتل مواطن نشوف انه هي تستهزئ، يطلع لنا جندي يقعد يرقص قدام المتظاهرين ويستهزئ بيهم ويسوي لهم حركات وراها يطلق الرصاص الحي عليهم، لو يستخدمون طرق غريبة عجيبة لقتل المتظاهرين. شفنا قنابل الغاز المسيل للدموع، ولأول مرة بتاريخ البشرية كلها نشوف هاي القنبلة من يوم اللي انصنعت لليوم تشوه جماجم وتدخل في رؤوس الناس وتقتل وتأذي. كنا نعرف أنه قنبلة غاز مسيل للدموع تطلق في أي دولة متحضرة، في أي دولة حكومتها تحترم البشر تطلق خلف المتظاهرين نشوف غاز حتى يسيطرون فقط على التظاهرات. لكن عمرنا ما شفنا إطلاق لهذه القنابل بشكل مباشر على رؤوس الناس مثل ما صار بالعراق. عبرنا مرحلة القنابل عفوا صرنا هسه بالإطلاق الحي والرصاص الحي، عبرنا مرحلة الرصاص الحي والبنادق، جتنا بنادق الصيد والكسريات والطشار، وشفنا فيديوهات كثيرة إلى أناس فقدوا عيونهم وناس فقدوا البصر وناس فقدت كثير من حواسها نتيجة هذا الاستخدام الكثيف لهذا النوع من الأسلحة المحرم دوليا. حتى بدول العالم صيد الحيوانات أكو بآلية يقول لك هذا الموسم لصيد فلانشي وهذا الموسم لصيد فلانشي، وإذا شافوهم دا يصيدون غزالة اللي هي حيوان في غير موسمها يعاقب عليها الصائد. لكن بالعراق أكو اصطياد للبشر، أكو اصطياد للمتظاهرين، أكو اصطياد للشباب وأكو اصطياد للأطفال. كنا شفنا الطفل اللي جت الصجمية بإذنه، وكنا شفنا البنات اللي ويا أمهن وجت كرات الحديد من الطشار بأجسادهن، وشفنا اصطياد شيوخ، وكنا شاهدنا اغتيال المتظاهر أبو أحمد أو الحج أبو أحمد، وشفنا اصطياد الشباب
والقائمة كثيرة بالنسبة إلى الشباب، آخرها فنان عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل. لكن السؤال اللي أطرحه بحلقة اليوم، ليش المواطن العراقي أو العراقي بشكل عام يم هؤلاء الحكومة أو ما تسمي نفسها بحكومة أو يسمون نفسهم سياسيين دم رخيص؟ على الرغم من كل المعوقات، على الرغم من كل التحديات، قمع، بنادق صيد، قنابل غاز مسيل للدموع محرمة دولياً وتستخدم لاستخدامات عسكرية فقط، في كورونا وفيروسات، وماكو وزارة صحة يعول عليها، ماكو مستشفيات عندها القدرة على مكافحة هذا الفيروس، ما عندنا أي شيء موجود بالعالم يقدر المواطن العراقي يتأمل أنه الحكومة العراقية تقدر تكافح هذا الفيروس بالعراق. بالإضافة إلى ذلك أنه الحدود مفتوحة ما شاء الله، وشفنا فيديوهات كثيرة لمسافرين لما يطب يقول لك أنا ما تفتشت وأنا جاي من إيران اللي هي بؤرة من بؤر الفيروس بالعالم، هن 3 بؤر فقط. أول اتصال ويانا برنامج اليوم حازم من كربلاء، حياك الله يا حازم. السلام عليكم أستاذنا العزيز، وتحية لك وقناة الرافدين المباركة. طبعا اليوم خلني شوية نتكلم بصراحة، وأرجو يعني أخذ من عندك دقيقتين يعني مو أخذ. خذ راحتك أخوي. الله يحفظك. طبعا إحنا اليوم أطلعنا مظاهرات، طبعا طبعنا هذا الشهر السادس نعم على التوالي، وتحملنا الحار بدايته وبرد ومطر وحار وإلى آخره، وآخر ما تبقى بهذا الفيروس كورونا. اليوم ماكو بديل للحكومة العراقية، هاي رسالة من مواطن كربلائي متظاهر محتفظ. نعم. بين قوسين لن نتراجع، هنمد منها وننطلق. نعم. فإن تأخر بالوقت فالوقت هو مصالحنا، احنا ما نتراجع. نعم. اثنين، اطلعنا المطالب وهاي المطالب عليهم تنفيذها وبالمباشر. اولا اللي هو رئيس وزراء، ورئيس الوزراء وليس من عندهم هم، رئيس الوزراء لازم من المتظاهرين ام من المعتصمين. نعم. ليش؟ ان هؤلاء السياسيين جربناهم 17 سنه، ما من المعقول نعطيهم بعد 17 سنة، مو بالمعقول يعني، هذا حتى المجهول ما يعقلها. يعني 17 سنة يعني بنظام الدول بعد سنة 18 سنة يلبس عسكري. نعم. وهاي الحكومة أبد ما معولين عليها، ولا قد يوم من الأيام يمكن أن نعول عليها. حكومة عملاء، حكومة خونة، بين قوسين حكومة لصوص. نعم. أنا اليوم أتكلم عن كربلاء المقدسة. كربلاء المقدسة لحد الآن ما عندنا مستشفى. نعم. مستشفى ما عندنا، هاي مستشفى ما 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 البشر ما عندنا. مستوصف ما عندنا. يعني ماكو شيء صالح للإنسان، ماكو شيء صالح للإنسان يا أخي. هاي أنا بحكي لك على كربلاء بغض النظر عن باقي المحافظات. يعني أنتوا أدل عصابة. يعني والله العلي العظيم احنا بالنسبه لنا تربينا وما نقدر نطلع تقاليدنا. يعني اذا انسان يقولوا له حرامي يشيل، لازم يشيل من محافظته او منطقته وبعد ما يروجها. هسه قلنا لهم سراق، نقول لهم حراميه، نقول لهم عملاء، طلعنا مظاهرات، شخر بهم اخوي. نزعوا هاي النقطه ما تلعب من قصتهم، نزعوها فما نحسب عليهم. اليوم احنا نطالب، مو نطالب، وانما هي المرجعيه النجف، مرجعيه السيد السيستاني هي ويا المتظاهرين، وكل خطب الجمعه ويا المتظاهرين. ولكن للاسف هؤلاء السياسيين لا يحترمون المراجع، ولا يحترمون الشعب، ولا يسمعون للمراجع، ولا يسمعون للشعب. هاي واحد انتهي منها. نعم. تعال انت شنو العلاج مال فيروس كورونا؟ شنو سوت الدوله العراقيه؟ نعم. لا دولة، هي وليس دولة، لا دولة. الحد الآن هاي الكمامة اللي يخلوها على الخشب ماكو بيبيعوها بالأسواق السوداء، بالمستشفيات ماكو، بالأسواق السوداء تدري ليش الكرتون؟
التلفون كان السعر مالته 1000 وربع. هسه السعر مالته 15000 $13. نعم. اضربك هذا بلد هالحكومه يعني كمامه ما تقدر تدبرون، وكل علاج ما عندهم بالمستشفيات. كل علاج ما عندهم. ثق بالله هذا اللي شافه الله جاي شافيه ويقوم يعني على نيته. لا مستشفى طيبته ولا عندهم ادويه ولا ما عندهم اي شيء. ثق بالله. ليش؟ هم ما انبنت هذه الحكومه انبنت على شيء خطا. وانبنت على يعني والله يعني حتى قمنا نستحي والله العظيم نستحي يعني هذول هم محسوبين علينا. ثق بالله هذول يعني حشاك الجرابيع كوست يعني بربك اعطيني واحد اعطيني رئيس وزراء من 2003 لحد الان ما يملك جنسيتين. الا جنسيتين. نعم. عراقيه ايرانيه، عراقيه بريطانيه، عراقيه يعني معقوله هذا العراق طيب. بلد الرافدين، بلد نهر الدجله والفرات. عقيم؟ عقيم الولاده؟ طيب مو عقيم الولاده، اذا هذا العراق بيه ناس، بيه شخصيات، بيه دكاتره، بيه مهندسين، بيه كافه تصنوف. واهل القياده، اهل القياده. ولكن هؤلاء الحكام يجيبهم ايران وجابتهم امريكا طيب. وجابتهم ما ادري منهم. كلامك أخ حازم صحيح 100%. يعني أنا أولاً أحب أشكرك لاتصالك ببرنامج صوتكم، والدليل أنه الشعب العراقي واللود والعراق واللود للرجال المتظاهرين يعني اللي سواه بساحة التحرير، اللي البناء اللي بنوه أو التنظيف النظفه أو إنارة نصب التحرير، هذا كله ما قدرت تقوم عليه الحكومة خلال 16 سنة، المتظاهرين بشهرين سووه. اتصال آخر من الدنمارك. أحمد حياك الله. السلام عليكم أخي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وأحيي برنامجك والمشاهدين كلهم. حياك الله، تفضل أخوي. بداية الحلقة مالتك أنت تساءلت على المعاملة للشعب العراقي بالطريقة هذه، يعني شنو السبب أنه يعاملونه بالشكل هالشكل بهذه الطريقة؟ سؤالي الصريح كان شنو السبب أن يكون دم المواطن العراقي رخيص عند هؤلاء؟ بالضبط. نعم. بالضبط، بس إذا سمحت لي بس ولو دقيقتين بس. تفضل. أريد أرجع الذاكرة إلى الخلف إلى السبعينات من القرن الماضي. كنا طلاب في بريطانيا واستق أخي أفل. نعم. إحنا بقينا نتعامل معاملة الكلاب. وإحنا اللي طالب هندسة واللي طالب طبية واللي طالب دكتوراه واللي طالب ماجستير أقسم بالله نعامل معاملة الكلاب. ويطردون بينا ويشمرون بينا. بطريقة مخزية. من ذولا؟ سواء كنا على السفارات مالتنا، السفارة والملحقيات، الملحقية الثقافية والملحقية العسكرية والسفارة، يعني من تروح لهم على مود شغلة والله العظيم يعاملوك معاملة جدا رديئة، جدا سيئة حتى يهينوك حشاك. طبعا ما أقصد هالشيء. الآن هذول الحرامية اللي جوا هسه مسكوا الحكم، هذول رفعوا هالعملية إلى مستويات أعلى بهواية. ليش؟ لأن هذول أساسا مو عراقيين، أساسا هذول جايين من برا ومأجورين، والمأجور دمه ووطنه وأهله كله هو المال، المادة. يوم ما المادة تنقطع عليه يخلي نفس الطيارة ويشلع ويطلع برا. لذلك إحنا لازم أبدا ما نتوقع منهم أي خير، وماكو خير حل واحد هو الشيء اللي يسووه المتظاهرين، لأن هذول هم عرفوا اللعبة، عرفوا شنو دواهم هذول السفلة اللي قاعدين ماسكين في زمام الأمور. طيب. وأنا في نظري إذا تسمح لي نقطة ثانية إذا يسمح لي الوقت. نعم. أنا في نظري ضربة قاسم سليماني كانت بيد الأمريكان حتى يوقفون شوية الأوضاع بمحلها، لكن لما شافوا اليوم هسه مثلا صار الهجوم الصاروخي الجديد اللي صار، أنا أعتقد أنه مو عملية إذا وإنما العملية متى. أنا متأكد راح يضربون ضربة هواية أقوى من قاسم سليماني، ربما حتى يضربون المرشد الأعلى. والأيام فيما بيننا. نعم. شكرا لك أخ أحمد من عاصمة الرشيد بغداد أبو تمام، حياك الله. أبو تمام
يبدو انه ابو تمام ما يسمعني. اتمنى منك يا ابو تمام ترجع تتصل بينا حتى نقدر نسمع رايك بما يحصل. طبعا مشاهدينا الكرام انه قضيه الاغتيالات رغم يعني انه كثرتها ما زالت مستمره. يعني قلنا عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل اغتالتهم الميليشيات وسط مدينه العماره، اكو ايضا محاوله اغتيال فاشله لأحد الناشطين في تظاهرات محافظة ميسان وهو الناشط رضا العقيلي، لكن فشلت هذه المحاولة. محاولة اغتيال الناشطين، يعني شنو اللي راح تدر على الحكومة أو تدر على السياسيين أو على الكتل السياسية والأحزاب قتل واغتيال الناشطين في التظاهرات؟ اتصال من الكويت. سعد حياك الله. حياك الله يا أستاذي محترم، أطاب الله أوقاتكم يا أستاذي بالخير. حياك الله. أولا أستاذي بالنسبة للبرلمان عليه أن يهتم ويحمي المحتجين والمتظاهرين والمعتصمين، يحميهم حماية لأنهم صوت الشعب يا أستاذي. أيضا يا أستاذي إطلاق المحتجزين وإحسان التعامل معهم في كل شيء يا أستاذي، وصرف لهم علاج وأدوية يا أستاذي داخل الزنزانات. أيضا يا أستاذي الأوادم نريد أمن وأمان. زين أخ سعد، أنا راح أسألك سؤال. كلامك أخ سعد، إذا تسمح لي، كلامك منطقي 100%، لكن يعني أنت توجه رسالة إلى البرلمان تطلب بهم أنه يهتمون بالمتظاهرين ويحموهم ويطلقون سراح المحتجزين من المعتقلين ويعطوهم علاج، لكن السؤال اللي يطرح يعني هو البرلمان اهتم بالناس المدنيين الموجودين بالمحافظات العراقية خلال الحرب على داعش، اهتم بالنازحين، اهتم بعلاج النازحين، اهتم بأوراق أولاد النازحين الرسمية اللي موجودين هسه بالمخيمات وما عندهم أوراق رسمية وأولادهم محرومين من الدراسة ومحرومين من الدخول إلى معترك الحياة الاجتماعية في العراق. يعني البرلمان العراقي من 2003 لليوم بشنو اهتم حتى يهتم بالناشطين والمتظاهرين؟ أستاذي كلامك 100% بدرجة امتياز، ولكن حنا نأمل منهم ذلك، يعني التعاون مع الجمهور، التعاون مع المعتصمين، التعاون مع المتظاهرين لأنهم لسان الشعب صوت الشعب يا أستاذي، وعليهم أمانة أمام الله والمجتمع يا أستاذي. وآخر الكلام يا أستاذي، نتمنى تعويض المتظاهرين، ولك أجمل تحية يا أستاذي يا محترم. شكرا 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 لك أخ سعد. أبو زكريا من كركوك حياك الله عمي. الله سعدك أسد من العسل والله. سلمك ربي. يعني اسمك فيه على لساني أسميك أسد ابن العسل. سلمك ربي، تفضل أخوي، تفضل عمي. الله يحفظك يا حفظ قناة الرافدين، ورحم الله على الشهيد حارث الضاري، ورحم الله على شهداء المتظاهرين هذول الشباب. يرحم والديك يا رب. أنا ما عندي غير حكي، كل شاب من هذول الشباب شباب المتظاهرين اللي يقتلون بالمتظاهرات التظاهر، كل شاب يسوى كل الحال. الحكومة مالكي وغير مالكي وعبادي وغير عبادي. بالله العظيم احنا ما عندنا حكومة، حكومتنا إيرانية صرف يا ابني أسد. والله ان شاء الله باذن الله ورسوله الله ينتقم من عندهم ان شاء الله، والله يحفظ شبابنا ويرحم على شهدائنا ان شاء الله. شبابنا هو مستقبلنا، احنا انتهينا، احنا كل شيء ماكو بيدينا. الشباب هو مستقبلنا، مستقبل العراق ان شاء الله. يخلصونا من هذول السياسيين الجبناء هذول الحراميه باسم الدين باقونا الحراميه ان شاء الله. مستقبلنا ويا شبابنا، وانتو قناة العزيز ادعموهم ادعموهم وفضحوهم هذول السياسيين الكلاب والكلاب. ادعموا هذول المتظاهرين، هذول الشباب ما يخافون من الرصاص، ما يخافون من الموت. الله يحفظ شبابنا، الله يحفظ العراق يا الله يا رب العالمين. الله يحفظ شبابنا، يحفظ العراق يا الله يا الله يا الله. هذه دعاء ويحفظك، يحفظك رب ان شاء الله يا رب ويطول بعمرك. شكرا شكرا عمي ابو زكريا. ابو عبد الله من لندن حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك ولقناه الرافدين والساده المشاهدين.
والله يا اخي افل امس على برنامج على قناتكم المؤخره في اخ ابو صالح او صالح قال طبعا مشكله هؤلاء انصار الميليشيات الذي ينتقدهم يقول له انت سعودي وهابي، وقال لاخ عمر امس قال لا تسمح احد يسيء للامام حسين. طبعا احنا عقيدتنا كمسلمين الذي يسيء الى الامام حسين او امام علي او عمر هذا خط احمر، امام حسين فوق راسنا وقرة عيننا، هذا خط احمر لا يمكن لمسلم الذي يسيء الى الامام حسين يخرج من الملة الاسلام. فنحن لكن احنا عندنا نحن عندنا كلام الله عز وجل، الله عز وجل يقول في القران ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. الله عز وجل عندما يقول في القران نحن نقول يا اخي يا افل الله عز وجل يعني هذا ايه قرانيه نص قراني وكلام الله فوق العين والراس. الله عز وجل يقول ان تدعوهم لا 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 يسمعون دعاءكم وان سمعوا ما استجابوا لدعائكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. وفي ايه اخرى يقول يعني محمد خير البشر خير الانبياء خاتم الانبياء. الله يقول في القران قل اني لا املك لكم نفعا او ضرا، ولكن الله ماذا امرنا كمسلمين؟ الله عز وجل قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمن رساله الاسلام جاءت فقط لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله وامام حسين كان يعبد الله وامام علي كلهم، لكن الله عز وجل يقول عن محمد قل اني لا املك لكم نفعا او ضرا. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع لكن امر طيب الله طيب باتباعه طيب. بس اخي افل لكن المتتبع الاحداث السياسيه هذه الذي سمى حزب الدعوه او عصائب اهل الحق وليست اهل الحق وعصائب اهل الباطل هذولا يعني المتتبع الاحداث السياسيه عندما تقرا منهج الاسلام منهج الاسلام الله عز وجل يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، لكن هؤلاء الميليشيات الذين يربطون نفسهم بامام حسين وامام حسين منهم بريء فايش سووا؟ قتل تجويع يعني الى الان يعني الناس يطالب بحق الايتام يعني الشعب العراقي يعني بلد اغنى بلد وهؤلاء يعني من خلف الكواليس مرجعيات طيب. يصرخون المليارات وجوع الشعب. فمثل ما قلت فاسلام في وادي والامام حسين في وادي وهؤلاء الميليشيات في وادي طيب. اخر. طيب شكرا 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 لك ابو عبد الله. من السعوديه محمد حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يعطيك العافيه اخوي افل انت والكادر. ويعافيك ربي تفضل اخوي. الله يرضى عليك. بالنسبه للاحزاب نعم الاحزاب اللي ما هي مسلحه امرها يهون يعني يعزلونها الثوار يعني يمكن ما يتعدون 24 ساعه. لكن نعم. المشكله المسلحين. بالنسبه للمسلحين يبي لهم اولا ثوره فكريه. ثوره فكريه تعالجهم. نعم الثوره الفكريه تعالجهم لانهم ناس يعني معروفين مهزوزين ناس متخلفين يعني بالعربي ناس يتبعون المجوس هي خميني وخامنئي يعني ناس متخلفه بالعربي والناس كلهم يدرون يبي لهم ثوره فكريه هذه علاجهم. نعم وينتهي منهم العراقيين والامه العربيه كافه باذن الله. يعطيك العافيه اخوي. الله يعافيك رب ان شاء الله. شكرا لك. ابو محمد من الكوت حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شكرا لك وحيا قناتك حياك الله اخوي تفضل. ورحمة ونور على شهدائنا والشفاء العاجل للجرحان. ابو استاذ العزيز احنا نعاتب ايران ونعاتب حكومه احنا اصلا ما عندنا حكومه. احنا لو عندنا الحدود اللي انا خاب لك من الكوت يسدون هاي الحدود هذا مفتوح يطبون ايرانيين وطب المواد هي من ايران خلي يسدونها. ها عندنا حكومه خلي تسد هذا المفتوح. احنا اصلا ما عندنا ناس حراميه ناس طالعه من الطريق ناس العراقي يعني دم العراقي اليوم اصبح رخيص عند كلها. شوف هسه اكو باقي الدول اكو حقوق الانسان ما عندنا وعندهم حقوق حيوان احنا لا عندنا حقوق انسان ولا وكل شيء ما عندنا حتى ما اقول بس احنا التصيد
ودمنا يعني تعال شوف كيفون يكتون ويتغاون بي والله العظيم يا أستاذ. هنا يعني شغلتنا ما أقول لك شكل لك نعم يعني والله العظيم لا تقول تعرفون نقول الحكومة عندنا نعم. شكرا شكرا لك أبو محمد. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم متواصل وياكم، حلقة اليوم موجودة لكن فاصل قصير ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو بتاريخ 12/3/2020 في تمام الساعة 4:15، استمرار عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. قوات مكافحة الشغب تدعمت بإصابة العديد من المتظاهرين ببنادق الصيد، سقط على أثرها العديد من الإصابات وإصابات خطيرة في منطقة الوجه وفي منطقة وفي العيون، وهذه أحد الإطلاقات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي شفتوه بعد الفاصل هو صبيحة اليوم ما حصل أو اللي صار البارحة بساحة الخلاني، أكدوا اليوم فيديو صباح اليوم، وسمعتوا إطلاقة من إطلاقات القوات الأمنية باستخدام بنادق الصيد أو قنابل الغاز أو رشاشات برصاص حي. لكن السؤال اللي هنا يعني بتلاحظون أنه المتظاهر ما خايف منكم. المتظاهر اليوم شايل روحه بيده ويمشي، قبل كان شايل العلم، هسه شايل العلم وروحه، لأنه ما بقى شيء يخسره، فهو ما خايف على شيء اصلا. فانتم ده تلاحظون انه المتظاهر ما دا يرجع وما دا يخاف منكم وما دا يهابكم. لكن استمرار القتل، والبارحه استشهدوا 4 بساحة الخلاني واصابه عشرات، شنو تاليتها؟ احمد من امستردام وياي، حياك الله. انا مساء الخير استاذ. مساء الانوار. الخير عليك وعلى قناة الرافدين على كل الكادر يا ربي. حياك الله أخوي العزيز. الله يسلمك. الرحمة والخلود لكل شهداء العراق الأبرار، الله يتقبلهم ويجعلهم من الشهداء يا ربي. آمين. نعم. هذا عيني بالنسبة للوضع، يعني الوضع هو بالنهاية مزري، بس اللي يتحمل المصاري المسلحة مشكولة الذمة كما يقولون أهلنا، والأغلب والأكثر من هذا يتحملها هذا الطفل اللي متحكم بأمر الشعب واللي يقود هاي الناس اللي هو مقتدى الصدر. أقولها بملء فمي ولا أخاف أحد سوى الله. هو اللي كل شيء برقبته من كل العوائل الثقالة، من كل الناس اللي صار بيها ما صار، كله هو مسؤول عنه بكلمة وبتويتر، يتحكم بالناس ويتحكم بالوضع كله، والناس كلها تركض وراء، وبلد عمره آلاف المليارات من السنين يتحكم بيه طفل مثل هذا بتغريدة، والعالم كلها تركض وراه. نعم. طيب احنا الى متى مقتدى الصدر وغيره وغيره من هاي الاشكال يتحكم بهذا البلد؟ الى متى احنا؟ هاي الناس دا تروح وهاي الشهداء دا تروح وهاي الاطفال دا تروح، كلها في سبيل طالب يطالب بحقه، ما رايد يصير امير ولا يريد يصير صاحب قصور ومال، رايد للقمة عيش بالحلال، يطلع الصبح عند راتب يرجع بامان وخلصت السالفه. يعني هاي كلها وقفت بعيونكم على هالناس وعلى هالشباب اللي طالعه؟ نقول لا حول ولا قوه الا بالله، والله ان شاء الله يا ربي الرافدين تبقى صوت الحق امام الناس، وان شاء الله يا ربي يرجع العراق مثل الاول ويرجع يقود المسيره. شكرا لكم وربي. شكرا وقف. شكرا لك اخ احمد. طبعا اليوم اللجنه المنظمه للتظاهرات نعت الشهيدين الناشطين في تظاهرات الفنان عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل، وقالت انه الايادي العميله هي اللي اغتالت الشهيدين بمحافظه ميسان، وما عندهم ذنب الا انهم نادوا بعراق تكون الى سياده وما يتحكمون به من دول الخارج. واكدت اللجنه انه المتظاهرين بمختلف المحافظات باقين على الدرب، راح يسيرون على نفس الطريق اللي ساروا عليه الشهداء حتى تتحقق اهداف ثوره تشرين ومطالبها وتحرير العراق ومحاسبه القتله. ام ازهار من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام.
حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة احنا نعرف كل الزين منو دا يضرب المقاتل المتظاهرين. نعم. وهذول السياسيين نفس الشيء هم سبب ضرب المتظاهرين، لان كلهم عندهم عصابات. ومقتدى الصدر اجاله امر من قوم انه يقوم مكان قاسم سليماني يستولي على كل المتظاهرات حتى يخلي الجو لهم، حتى يبقى العراق اللي مستنقع لايران. هذا النمط اللي هم مستمرين عليه، لكن هم مستحيل هم يفكرون بهذا الشيء. مستحيل يبقى العراق تحت ايدي ايران، يعني من سابع المستحيلات، لانه الشعب نهض والناس افكارها تنورت من صغير الى كبير الى كان القائدين الى مقتدى الصدر، وكانوا يردون يركضون وراه. هسه نصهم هم ابتعدوا عنه لان عرفوا قذارته وعرفوا انه مجرم وعرفوا انه قاتل وانه ايراني اصيل، وهو ياخذ المعلومات من ايران. وانا يعني هسه هاي وحده. ثاني انا اتعجب، الشعب دا يموت، المتظاهرين دا يموتون، والمرض دا يموتهم، والسياسيين قاعدين يتعاركون على الكراسي ودي يحضروا لهم واحد حتى يصير لهم قائد شيعي. وانا اتعجب على هذا رئيس الجمهوريه. هذا رئيس الجمهوريه شنو ناصر خضر؟ وهذا شنو ما يتهم؟ المفروض هسه هو حتى عادل زويا خلصت مدته. المفروض هسه هو من يبقى يصير من يبقى هو يحكم بالبلد الى ان يشوف الشعب شريد، ويشوف رئيس وزراء من الشعب، من ناطق الشعب، لان الشعب هو الناطق الرسمي. الناطق الرسمي هاي الحكومة مو رسمية، هاي الحكومة هيك اجت على برلمان على وزارات كلها فاشلة ومو اصيلة اصلا. كلهم خلوا ايديهم على القرآن بالكذب، وان شاء الله مرض كورونا تهجمهم هجم كلهم وتموتهم. وان شاء الله المتظاهرين هم اللي راح يأيدون راح يبنون هذا البلد، وهم راح يحيونه، وهم راح يبنون بلد عظيم عراقي مثل الأول. ونفرض لهم إن شاء الله، والقوة والعافية لهم إن شاء الله. شكرا 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 لك أم أزهار. متعب من السعودية، حياك الله يا متعب. أخي كيف حالك؟ مساء الأنوار، الحمد لله، تفضل أخوي. أهلا بك أخي. يقول بيت الشاعر: تأبى الرماح إن اجتمعت تكسرا، نعم، وإن تفرقت تكسرت أو حاد. نعم حبيبي، العملاء الذين موجودين على السلطة بالعراق الآن واستفردوا بالسلطة وانتهكوا حرمات الشعب العراقي عموما سني وشيعي، وبالحقيقة هم عملاء مزدوجين، منهم عملاء لإيران وعملاء للصهاينة. يعني جميع الساسة العراقيين الموجودين الآن بالمناصب هم عملاء مزدوجين، وهذا الأمر يعلمه الجميع ومفروغ منه. العميل للصهاينة وعميل لإيران، انتهينا. ثانيا، قوتهم ليست ضعفا من تفرقنا نحن أهل السنة في العراق وعموما في المنطقة. أهل السنة مغلوبين على أمرهم بسبب التفرق والتشرذم والانشغال بالمصالح الخاصة والشخصية لأشخاصهم ولعوائلهم فقط. يعني السياسي عندما يصل إلى المنصب أول همه الأول والأخير مصلحته الشخصية وعائلته، من المحيط إلى خليج. أنا أتكلم عموما يعني وليس بالعراق خصوصا.
هذا أمر واضح للأعيان والجميع يعرف الشيء هذا. ثانياً، ثالثاً، الأمور الآن طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، يعني لن نسكت على هذه التجاوزات وعلى هذه الانتهاكات لحرمات الناس وقتل الناس وسفك دماء المسلمين عموماً في كل مكان بدم بارد، وخصوصاً بالعراق وسوريا واليمن ومصر وفي كل بلاد حقيقة. الأمر يتطلب منا جميعاً التكاتف والتوحد تحت قيادة واحدة وتحت راية واحدة. فإذا تفرقنا وكل منا انتهج طريقاً مغاير أو طريقاً مختلف، هذا يشكل ضعفاً للمجموعة ويعطي الخصوم الذريعة والقوة للتمكن منا جميعاً والقضاء علينا تماماً. فهذا ضعف منا من أهل السنة وليست قوة في الأعداء أبداً. أبداً لم يكونوا الأعداء أقوياء في يوم من الأيام. طيب شكراً لك أخ متعب. مشاهدينا الكرام، قبل ما يدركني الوقت راح أتحول إلى رسائل الواتساب. رسالة من زهراء من العمارة تقول: مقتدى يقول لن نرتضي بأي علاج لكورونا يصدر عن ترامب وشركائه الأمريكيين الموبوئين. لعد الجكسارات اللي عندك مو صناعة أمريكية وجهازك صناعة أمريكية، كل شيء عندك أمريكي، ظلت على العلاج. تحياتي لكم يا صوت العراق الحر. السلام عليكم، وياك أحمد من كربلاء، تحية لي قناتكم المحترمة. نطالب بوزارة الصحة أن تغير سلوكها مع المصابين بفيروس كورونا. السلام عليكم، أسماء من العمارة. ميسان أصبحت منكوبة ويجب على ثوار العمارة أن تكون لهم وقفة بخصوص مقتل أبنائهم عبد القدوس وصديقة. عار علينا أن نسكت على الأحزاب اللي تقتلنا. تحية لك أخي أفل. نحن أمام عصابات دمج لا ذمة لهم ولا ضمير، سرقوا خيرات الشعب وقوتهم ولم يتركوا لهم شيئا للحياة. الثوار سيقولون كلمتهم لإزاحة هذه الطغمة السارقة الناهبة للخيرات وإيجاد الوطنيين الأكفاء لإيجاد حكومة ترعى مصالح الشعب والبلد. عاش العراق حرا أبيا شامخا مرفوعا علمه عاليا. لا زالت الجرائم ترتكب من قبل الميليشيات المجرمة وأجهزة القمع دون وجود لمعايير حقوق الإنسان. اغتيالات بكواتم الصوت. رسالة أخرى من مصطفى من بغداد يقول: يا أخي حتى الصين الكفار ما سووا سوايتنا، أنت تعرف ماذا يعبدون؟ ولم يقولوا لهم اذهبوا والعقوا فلان وعلان والتمثال الفلاني والعلاني، ونحن هنا في العراق يأتيهم أمر من إيران للمعممين لتوجيه الناس للزيارة. الله يخلصنا منهم. مساء الخير أخي منور ومنورة قناة الرافدين. وين الحكومة من تشوف الميليشيات تقتل المتظاهرين؟ وين مقتدى الصدر بس يقول هاي جرة إذن؟ أنت والحكومة الفاسدة إرادلهم جرة إذن. وشكرا لكل كادر قناة الرافدين العظيمة. فاتن من ألمانيا. السلام عليكم أستاذ أفل. حكومة الاحتلال الأمريكي والأحزاب المجرمة وميليشياتها تسرق أموال الشعب العراقي الفقراء. أحمد من المحلة الكبرى من مصر. السلام عليكم. حكومة فاشلة حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، دمروا الشعب دمروا الشباب. حكومة ميليشيات تابعة لإيران هم من ساهموا بقتل المتظاهرين وقادتهم شخصيات إرهابية معروفة وتابعة للحشد الشعبي بقيادة حسين فالح اللامي. السلام عليكم. محمد من بغداد. نشكر قناتكم العزيزة الناطقة باسم الشعب. أحب أوجه كلامي للشيوخ العشائر، شو وقت تصحى ضمائركم الميتة وشبابنا يومية تقتل؟ السلام عليكم أستاذ، أنا محمد أبو ياسر من الأنبار. نطالب من قناتكم الشريفة بمعرفة مصير أولادنا المعتقلين في سيطرة الرزازة، والله 4 سنوات صار لهم ما نعرف مصيرهم وين. السلام عليكم. عفوا عندكم اتصال واتساب؟ لا والله أخوي العزيز أعذرني، فقط على الأرقام اللي أسفل الشاشة للاتصال، هذا الرقم للرسائل فقط. رسالة طويلة يقول: قائمة بأسماء العلماء العراقيين الذين اغتالتهم منذ عام 2003 وحتى اللحظة ومن جميع الطوائف والمذاهب والقوميات العراقية. فقط في العراق عندما تكون خائن للوطن وعميل وتقاتل مع العدو قبل 2003 ستصبح اليوم قياديا وتستلم 3 رواتب وأكثر في أي بلد عجيب نعيش اليوم. أبو أوس من تركيا. خالد من موريتانيا يقول: نتمنى أن تتكلل الثورة العراقية بنجاح، لكن نتمنى أيضا استرجاع حقوق أهلنا من أهل السنة والنصر لثورة الشعب العراقي.
كذلك بحثنا أنه إذا حرق السكر فأنا ووضع على علي قبل الحرق يعني يصير لونه ذهبي، يوضع عليه قليل من حتى يغلي، بعدها يوضع عليه ملعقة. الصور الأخت دازت لنا طريقة تسوي بها القنداغ، تقول حتى أي شخص مصاب بالكورونا. السلام عليكم أخ أفل، كلام الكل واحد ضد ثورة تشرين باقين ومستمرين، والعراق مو جديدة عليه، شقد راحت أبطال وزلم ننطي بعد هواية، هو هذا العراق متعودين من زمن، والحد هسه صار الموت عادة ومنخاف من أي شيء، وهيهات منا الذلة، سنثور كما ثار الحسين. أختكم حنين أم وطن. حياك الله أخت حنين. أنا أريد أفتهم هذا مقتدى شي يريد من الناس. منورين قناة الرافدين، تحياتي لكم، أنا من الديوانية حسين. حياك الله أخ حسين وحيا الله أخواننا في الديوانية. مرحبا أستاذ، بالنسبة للمتصلين اللي يحكوا على مقتدى الصدر، أحب أقولهم أنه التيار الصدري اللي علمهم على تظاهر مو هالسياه اللي إجا أو قام يحكي وحكي حكاية محل. ولكن أنا أريد أجاوبك أخ، هو مكاتب اسمه، أنت تقول التيار الصدري هو اللي علمكم على التظاهر، اي صحيح انتوا طلعتوا بتظاهرات هوايه، لكن طلعتوا بتظاهرات وما سويتوا اي شيء. طلعتوا بتظاهرات على البرلمان وطبيتوا وكتلتوا لكم كم برلماني ضدكم، ورجعتوا طلعتوا من المنطقه الخضراء باوامر، وطلعتوا بتظاهرات ضد السفاره الامريكيه بالمسرحيه الاخيره اللي صارت، وكسرت لكم كاميرا وكم جامه، ورجعتوا كل شيء ما صار. لكن الشعب العراقي اليوم من دا يتظاهر مو مثل تظاهراتكم السياسية. الشعب العراقي اليوم من دا يتظاهر لأنه عنده مشروع وطني، عنده قضية، قضية بلد، قضية وطن. لا طلع بأمر من سياسي، ولا طلع بأمر من دولة، ولا طلع بأمر من الحجي، ولا طلع بأمر من تاج الرأس. فهذا الفرق بين تظاهرات الثوار، وهذا الفرق بين تظاهرات مقتدى وجماعته. تظاهرات مقتدى وجماعته من 2003 لليوم، اعطيني لها منجز واحد. رسالة أخرى من نطالب بحصة كل مواطن عراقي كل شهر 250 ألف من حصة النفط العراقي. أخي العزيز كلامك صحيح، لكن الحصة التموينية هم مدى يطوها، تتوقع راح يطوك حصتك من النفط؟ رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ، أنا أتمنى أنه تكلل الثورة بنجاح. واحد كاتب، الله حيه أستاذ، والله سبب خراب العراق ذيول إيران والحلبوسي، أنا أخوك أبو فارس من الرمادي. قناة الرافدين قناة طائفية. والله أخي العزيز يعني أنت كاتب هاي الرسالة، لكن شنو دليلك على هذا الكلام؟ قناة الرافدين همها الأول والأخير هو أن تكون كلمة الشعب كلمة واحدة، أن يكون العراق واحد، أن يكون البلد ما مقسم، أن يكون البلد ذو سيادة وما حد يتحكم به، أن يكون البلد لأولاده، لا يكون لا الإيران ولا الميليشيا ولا الأمريكا ولا أي دولة بالعالم. فعلى أي أساس أنت تقول عليها طائفية؟ السلام عليكم قناة الرافدين، أحب أوصل السلام إلى أهلي والثوار، استمروا في نقل الحقيقة. أستاذ إحنا مظاهراتنا كلها ما حد يسرق أو يشربون، مو هسه كلها قامت تشرب، ومظاهراتنا منضمة أو مو هسه كلها قامت تسوي هيجي. السلام عليكم، أصل السنة ما لهم، أصلا السنة ما لهم مكان بهالعراق، كلهم موجودين بالسجون العراقية اللي تلزمهم الحكومة وتخليهم بها. رسالة من شخص يقول شوف السجون، وأنتوا تعرفون شنو كلامي. رسالة أخرى يقول والله عظيم، تعال شوف مدينة الصدر كلها قاعدة من الشغل، نطالب من الحكومة بتشغيل الشباب العطالة البطالة. أخي العزيز، الشغل بالعراق معروف، والبطالة بالعراق نسبتها كبيرة جدا، نسبة الطلاق كبيرة جدا، نسبة كل شيء يعني موجود بالعراق سيء، كل شيء يعني. المدينة هي أسوأ مدينة بالعالم، التعليم خرج من مقاييس الأمم المتحدة اللي يعني حتى يقولون التعليم مسيطر عليه نوعيا، ما معترف به أصلا. الصناعة منتهية، الزراعة منتهية، التجارة العراقية منتهية، الجلود العراقية ماكو، تصدير التمور ولا أي شيء من كان المحاصيل الزراعية اللي كان يصدرها ماكو، الثروة الحيوانية عندك صفر، الثروة السمكية عندك صفر، العراق كل شيء بيه صفر. فأنت من وين يجيبوا لك مشاريع ويشغلوك بيها إذا هم ما مهتمين أصلا لا بصناعة ولا بزراعة ولا بأي شيء؟
الحكومة العراقية معتمدة بس على النفط. الحكومة العراقية من يوم اللي جتي أو عفوا حكومات الاحتلال من 2003 لليوم ميزانيتها معتمدة على مصدر واحد وهو النفط، وهي حكومة ريعية أو ميزانية ريعية، لكن ما فد يوم اهتمت بصناعة حتى توفر لك مشاريع وتشغل الناس، ولا اهتمت بزراعة حتى توفر أيضا أراضي زراعية صالحة للزراعة حتى تشغل الشباب. فأنت يا مشروع تشتغل به ويا معمل موجود بالعراق اليوم يشتغل حتى تشتغل به، وبس المعامل اللي تابعة إلى توج الرأس. ختام البرنامج مشاهدينا، أتمنى أن تكون حلقة اليوم نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. إلى اللقاء.